السلام عليكم. كيف ما تعودتوا معايا دائما كنحاول نشارك معكم شي حاجه اللي تقدروا تستافدوا منها. كيف ما غتشوفوا معايا في هذا الفيديو هاد البيسيات هادو خديتهم يعني بحال بياس، غنهز منهم البياس يعني على اساس انهم ما خدامينش. خديت من واحد الشركه، يلا تعرفت عليهم صراحه، هما اللي كتبوا لي في الفيسبوك قال لي واش مهتم بهذا الشيء ديال الالكترونيك، لقاو عندي يعني في الباج الالكترونيك بزاف، فيعني تكونتاكيت معاهم، درت معاهم داكوردو، مشيت عندهم خديت من عندهم واحد، قلت لهم يعني غندير التجربه، خديت من عندهم واحد 10 ديال الباسيات، الكور اي 7 الجينيراسيون الثامنه، 16 جيجا ديال الرام و256 اس اس دي بالكراتن ديالهم حتى همايا، بيسيات اللي مخيرين صراحه. خليتهم عندهم باش انستاليو فيهم الويندوز 11، قال لك تنجيبهم تنخليهم خاويين بحال هكا، تيقول لنا الواحد اشنو اللي بغى انستالي. قلت لهم انستاليو لي الويندوز 11 برو، وخديت من عندهم هادو على اساس باش نهز منهم البياس. هاد البيسيات خديتهم بواحد الثمن اللي رخيص صراحه، غنحاول من هاد البيسيات نحاول نقاد واحد بيسي ولا جوج منهم، يعني بيسي واحد من هاد البيسيات غادي يخلف ليا يعني باش شريت هاد الشيء هذا. المهم دابا نشارك معكم يعني شنو اللي كاين في الكراتن. بسم الله نبداو بالبيسي الاول. هاد البيسي هذا كيف ما غتشوفوا معايا يعني مفتوح، في واحد التهريسه هنا في الجناب، المهم خديته انا غير باش نهز منه البياس. كيف ما غتشوفوا الشاشه ديالو 15.6 بوليتشي، كلافي ديالو يعني بيسي زوين كيف ما غتشوفوا معايا يعني مفتوح كيف ما كتشوفوا، محايدين منه كلشي، باتري الهارد ديسك والرام. المهم هاد البيسي هذا غادي نحاول يعني نقادو حتى هويا، غنخليوه ابار، نحيدوا هاد الكرتونه، نشوفوا هاد الكرتونه الثانيه شنو اللي فيها. فيها بيسي اخر خو هذا، حيدو الكرتونه، فيها بيسي خو هذا نيت. هاد البيسي هذا كيبان كومبليتو صراحه، كيبان كومبليتو، خاصو غير الباتري كيف ما كتشوفوا معايا، يعني بيسي زوين صراحه. هذا يعني غير هاد البيسي هذا غنبيعو باش شريت هاد البيسيات هادو، الباتري ديالو ربما غنلقاه عندي صراحة. بيسي زوين، غادي نجربهم في الضو. المهم دابا غادي نجرب هاد البيسي هذا نشوف واش خدام، يعني مجرب تنفتح نقلب نجربهم معايا باش ناخذ فكرة. بسم الله هنا عطات الباتري بلا شعل، بسم الله الحمد لله خدام كيف ما شفتوا معايا. ندخلوا للبوت، نمشيو للبوت، بيسي زوين تبارك الله صراحة. الإيسانك الجينيراسيون الرابعة 8 جيجا ديال الرام، يعني بيسي زوين صراحة. نشوفو واش فيه الاس اس دي ولا لا، يقدر يكون غير ما فيش سيستم اوبيراتيفو. احتمال ان غير ما فيش سيستم اوبيراتيفو، لان هذوك البيسيات اللي شريت من عندهم يعني خدامين كيعطيو هاد الشكل هذا، قال لي راه تنحيدو منهم السيستم لان تما كيشريوهم ما فيهمش السيستم، عاد السيستم كيبقى الراجع اللي كيشري اش من سيستم باي انستالي، واش الويندوز مثلا 10 واش الويندوز 8، واخا 8 ما بقاش كتانستالا بزاف، او الويندوز 11 برو. المهم هاد البيسي هذا الحمد لله خدام صراحه، بيسي زوين من يستق خدام ليا هذا، يعني غادي كيف ما غادي نقولوا غادي نربح منه. نشوف هذا واخا خاوي يقدر يكون خدام، نشوف غير واش خدام، يعني بولا شعلات، هو ما فيش الرام يعني ما غاديش تشعل الشاشه ولكن هو شاعل بعدا، البوله شاعله كيف ما غتشوفوا هنا، شاعله البوله وتا هنايا كذلك شاعله البوله كيف ما غتشوفوا، يعني البيسي خدام. قال لي ركب لي غير لي رام، نحاول نصلح فيه الا كاين ما يتصلح. نشوف البيسي الاخر، صراحه هذا البيسي هذا مزلع ديال بصح كما تشوفوا معايا، كيف ما تشوفوا الايسانك إيسانك الجينيراسيون السابعة، يعني بيسي زوين صراحة. واخا مزلع غادي نصلح فيه هاد السماطي اللي ماشيين، غادي نصلحهم
كيف ما كتشوفوا معايا محايدين لي حتى الباتري ديالو، احتمال الباتري ديالو غيكون عندي. كنشوف واش فيه بلاصه الاس اس دي، فيه بلاصه الاس اس دي الان في ام، هي هذه. يعني هذا البيسي هذا غادي نصلحه، غنشارك معكم الاصلاح ديال هذا البيسي هذا بالضبط. علاش؟ لانني مأكد ان شاء الله غادي نصلحه غيرجع يعني خدام. نجمعوه بحال ما هكا، هذا حتى هو غالبا خدام. هذا نشوف هنايا، شوفوا دابا هاد البيسي هذا، هاد الديل هذا، هاد الديل هذا كيف مشوا معايا، يعني ما فيهش الواجهه ديالو. الواجهه ديالو غادي نحيدها من هاد البيسي هذا مثلا، يعني غنقاد بواحد بواحد كيف ما غتشوفوا معايا. غنحيد الواجهه من هذا مثلا، من هذا، ونركبها هنايا، وغادي نستافد من بيسي واحد كيف ما كتشوفوا. دابا نجرب هاد البيسي هذا واش خدام. غالبا حتى هو ما فيش لي رام، بيسي شعل ولكن غالبا ما فيهش لي رام. المهم بيسي خدام كيف ما كتسمعوا، بيسي خدام. نشوفوا اشنو اللي فيه، حتى هو بحالو بحال البيسي الاخر، محيدين منه لي رام كيف ما كتشوفوا، محيدين منه لي رام، محيدين منه الهارد ديسك. يعني بيسي كيف قلت يعني غنصلح واحد بواحد، لي رام ماشي مشكل يعني عندي نركبهم. ندوزو دابا للبيسيات الاخرين نشوفوا شنو اللي كاين. كاين هاد الديل هذا، ديل زوين صراحة، صراحة ديل زوين. كيف ما كتشوفوا ديل الاي الاي 5 الجينيراسيون السابعة، صراحة بلاصة الشارج ما كايناش، واش غير طايحة لداخل. هذا غنفتحو دابا نشوف يعني واش فيه لي رام، فيه هذاك الهارد ديسك ولا لا. احتمال يكونوا محايدين منه لي رام، لي هارد ديسك ولا الاس اس دي. كيف ما غتشوفوا معايا البيسي مازال راكبه فيه وحده ديال الرام، كيف ما غتشوفوا راكبه فيه رام. نشوفوا هاد الرام ديال شحال من جيجا، راكبه فيه رام دي دي ار 4 ديال 8 جيجا. الباتري ديالو مازال، ولكن ما كاينش هاد البيتس وهذا اللي كي ديال الشارج ما كاينش، محيدينو. المهم هاد البيسي هذا كيف ما غادي تشوفوا معايا، خاصو هاد البياسه هذه ديال الشارج فين كيطاك الشارج، ماشي مشكل، هذيك غادي نقادها لي كيف ما تشوفوا معايا. المهم هذا نجمعو حتى هو، نخليوه ابار، نشوفوا هنا شنو اللي كاين. كاين واحد اخر خوه، كاين حتى شارج معاه، هذه شي حاجه زوينه. كاين واحد معاه، يعني يستحسن ما تلحقش وتجرب. علاش؟ لان يقدر يكون مثلا شي فيس لداخل، ولا شي ديك البياسه اللي كيلصق فيها الفيس مع النحاس، تقدر دير لك كود سيركوي. داكشي علاش يستحسن تخرج اي حاجه اللي تقدر دير لك كود سيركوي هي الاولى كما تشوفوا معايا.
خوه كيف ما تشوفوا خوه حتى هويا الإيسانك الجينيراسيون السابعة كيف ما تشوفوا. دابا غادي نجرب هذا نشوف واش خدام ولا لا. المهم بولا شاعله هنايا بسم الله. البيستي شاعل الحمد لله. وهذه شي حاجه اللي زوينه صراحه. نشوفوا شنو اللي فيه. الإيسانك الجينيراسيون السادسه كيف ما كتشوفوا الإيسانك الجينيراسيون السادسه فيه 8 جيجا ديال الرام دي دي ار 4. يعني بيسي الحمد لله صدق مزيان حتى الباتري ديالو مزيان. يلا ركب وشد الشارج. احتمال يكون باقي كومبليت وفيه حتى الاس اس دي. حطوا ابار دابا. الكرتونه ديالو فيها شارج صراحة شارج مزيان. شوفوا البيسي الاخر. البيسي الاخر تا هو خوه. كيف ما كتشوفوا معايا حتى هو يا خوه. الإيسانك الجينيراسيون السابعة. نشوفوا احتمال حتى هو يعني فتحوه حيدو منه الرام الهارد ديسك. لازم نفتحو ونجربو. سي محايدين منو لي رام. كيف ما شتو هاد البيسيات هادو اللي شريتهم على اساس انني باش نهز منهم البياس. ولكن من هاد البيسيات هادو يعني غنصلح بيسي تقريبا. كاينين هنا واحد ثلاثة البيسيات اللي غنخرج من هاد سبعة البيسيات غنخرج منهم واحد ثلاثة صراحة وغنستافد منهم. وحتى الباتري مثلا الا ما كانش عندي هاد الباتريات فكيف ما شتو يعني هاد البيسيات اللي كيكونوا كتشريهم غير بياس صراحة كيصدقوا زوينين. علاش مثلا حتى الا مثلا ما سطي ما تصلح فيه كتستافد من الشاشة كتستافد مثلا من كلافي كتستافد من الرام الا لقيتيها. صراحة كيصدقوا مربوحين كيف ما كنقولوا. كيف ما شتو معايا هذه هي النتيجه يعني ديال هاد البيسيات هادو. صراحه بيسيات زوينين صراحه يعني غنلقى فاش نخدم. المهم غادي نشارك معكم يعني الفيديو الجاي ان شاء الله غادي يكون يعني فيه البيسيات اللي شريت دوك 10 البيسيات اللي زوينين صراحه. الكور اي 7 الجينيراسيون الثامنه فيهم 16 جيجا ديال الرام وفيهم 256 ديال الاس اس دي. بيسيات لي زوينين صراحة غنشارك معكم حتى همايا. هادوك البيسيات ان شاء الله غادي نحاول يعني نرسلهم للمغرب كيف ما نقولوا يعني باش نجرب نشوف يعني البيع تما كاين في المغرب باش ناخذ فكرة كي داير البيع في المغرب. ولأي واحد بغى شي حاجة ان شاء الله من يوصلوا للمغرب مرحبا به. كيف ما شفتوا معايا هذه هي النتيجة. وكيف دائما كنشكركم على المشاهدة وإلى فيديو قادم ان شاء الله.